مرحبا بكم دائما في قناتكم. بلك تكونوا درتوا طيلة شهر رمضان وانتم مع الشربة، تكونوا درتوا شربة بيضة، شربة فريك، شربة فغميسال، درتوا الحريرة. وباش تبدلوا شوية جبت لكم ان فلوتي تاع لا كورجيت بالفرماج، يجي خفيف عفيف وبنين روعة. علاش خيانا لا كورجيت؟ باسكو لا كورجيت عندها فوائد لا تعد ولا تحصى، الي تري تري بون بور لا سانتي. لهذا قررنا ان نحضروا لكم ان فلوتي دو كورجيت باش تتمتعوا به ويتمتع جسمكم بالفوائد اللي تحتوي عليها لا كورجيت. المقادير اللي رايحين نحتاجوا ليها هي بيان سور لا كورجيت، بصل، فرماج فوندو، ملح وفلفل اسود فقط. نبداو اولا بالبصل تاعنا، نقشروه ونقيوه بيان ونبداو نقطعوه عشوائيا الى قطع صغيره، ومن بعد تيك نقليو فيه. يعني لو فولوتي هذا يخرج لنا بنين وخفيف كيما على بالكم. لا كورجيت اي تان تري بون اليي سونتي، تحمينا من ليبرتونسيون ولو موفي كوليسترول، باسكو هي غنيه من البوتاسيوم، ما فيهاش بزاف تاني لي كالوري، و بار كونط غنيه من الماء، يعني الي ايدغاتونت خاصه في هذا الشهر الكريم. نهار كامل وحنا بلا ما، وفي السهرة جينيرالمون تلتها و بلي ديسير و لي سوكريري اي تو، دونك فوالا لا كورجيت اي لا بور كوريجي. كيما تاني تسهل الهضم لانها غنية من لي فيتامين و لي فيبر، اي اوسي الي ريش اون انتي اوكسيدون لي يلعبو دور كبير في حماية جسمنا من مرض العصر وهو لو كونسير الله يعافينا. وبعد ما نكملو قطعنا كامل البصل هذاك، نجوزو لا كورجيت بيان سور بعد ما غسلناها ايتو، نقطعوها تاني الى قطع صغيره. نقليو البصل تاعنا ان بوتي مومون ونزيدو عليه لا كورجيت اللي قطعناها قطع صغار، نخلطوهم بيان ونجوزو للتتبيل. نديرو غير شويه فلفل كحل وشويه ملح فقط، ولا كونتيتي انتوما وعلى حساب الذوق تاعكم. بعد ما نديرو لي زيبيس نغلقو عليه، نخليوهم يتقلاو شويه. وبعد ما تحلوا عليها vous allez remarquer que la courgette هذيك سيبت الماء، دونك تطلق الماء. كيما قلت لكم لا كورجيت غنيه من الماء، ولهذا كي نمرقوا نزيدوا غير كميه صغيره، يعني كميه لا باس بها من الماء قسم ما طيب لنا هذيك الخضره. والماء بيان سور لازم يكون سخون، لازم تغليوه ا لافونس وتزيدوه على الخضره تاعكم. وبعد ما تضيفوا لها الماء غلقوا عليها وخليوها تطيب بعقلها.
كيما على بالكم لا كوجيت ما تطولش بزاف في الثياب، دونك عسوها برك 20 دقيقة هكذاك ماكسيموم تكون خلاص طابت لكم، وندوزو نرحيوها. وبعد ما طابت لنا الخضره تاعنا نحيوها من فوق النار، نصفيوها في كسكاس، وبيان سور اون فا غاردي لو هذاك اللي طابت فيه، نحطوها في الميكسور ونبداو نريحيو في الخضره تاعنا بعد ما نضيفو لها شويه من الماء هذاك اللي طابت فيه. بعد ما نريحيوها شويه نزيدو لها الفرماج. الفرماج تعملو اي فرماج يكون عندكم، سواء لو فرماج اون بورسيون ولا لو فرماج هذاك اللي يجي دي مورسو كيما شاف لامدي ولا اي نوع من الفرماج يكون عندكم. بعد ما نرحيوها بيان نفرغوا الخليط هذاك داخل الماء اللي طابت لنا فيه لا كورجيت، لانه هذاك الماء يحتفظ على كامل الفيتامين تاع لا كورجيت تاعنا. دونك بعد ما نكملوا هاد العمليه نعاودوا نرجعوها فوق النار غير تغلي لنا شويه. اي فوالا لو فلوتي بالكورجيت والفرماج تاعنا راه واجد، يجي ذوقو روعه، تحفه فريمون تحفه، وصحي جدا. كملاحظه فقط تقدروا تزيدوا ثاني لا كريم فريش مع لو فرماج. نتمنى انه الفكره تنال اعجابكم وتجربوها، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويرفع الجرس، وهذا فضلا وليس امرا، لكي يصلكم كل جديد قناتنا. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله، والى اللقاء.